السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أيها الجمهور، تحياتي إليكم داخل الوطن وخارج الوطن. والحكاية رحنا زايدين فيها القدام، الحكاية رحنا زايدين فيها إن شاء الله. أرنا لما يجمع أخلط السلطان دار له واحد العرس لما يتيه ثمن. قال له المرأة اللي قلت لنا فين راه، قال له سيدي ما بغاتش تجي، ما بغاتش. دار له واحد العرس كبير، واحد نزاها ولا عايش بخير، ما خصو حتى خير، واكل شارب من برا كل شيء، نسيب السلطان هذا. ولكن الولد قاري، قاري مزيان. هنا واحد النهار وهي تدور فيه المرا ديالو، قالت له انت قاري؟ قال لها قاري. جات لبوها قالت له هذا السيد راه قاري، واحد القرية كبيرة، وربي جاب لي واحد الرجل انسان فيه الخير، وهذا باين عليه مرضي الوالدين وقاري. شوف الاشارات نتاع الوالدين كتعطيك الخبر. فاش ما سولوك يعطيه الاجاب ديالو، فاش ما سولوك يعطيه الاجابه ديالو. قال له وليدي غادي تولي معايا وزير، شوف دعوه الوالدين فين غادي توصلوا. داروا وزير ولا يحكم معاه، شاف الولد يعني هذاك الشيء اللي كيحكم به سبحان سيدي ربي بالمهوبه نتاع الله وبالحق. يوم على يوم، سنين على سنين، هذاك السلطان مات. ملي مات قال شكون اللي غادي نديرو سلطان؟ قال غادي نديرو نسيبو، هذا فيه الخير، ومن نهار اللي دخل لهاد البلاد ما خاصنا حتى خير. داروه سلطان عام على عام، خوتو ذاك المال مشى، ذاك الرزق تفركت، ولاو متابعينهم نساهم وغاديين خارجين من بلاد لبلاد حتى يطيحوا في هاد البلاد اللي فيهم خوهم سلطان. شوف دعوة والديه فين توصلوا. دخلوا البلاد، الناس لقوا فيها غير المؤمنين وغير الكرامة وغير الناس المحسنين، قوي تحلوا فيهم، بقاو عايشين يخدموا على ذرعتهم، ساعدت معهم هذيك البلاد ولاو بخير عليهم. يوم على يوم ناض واحد خينا دار واحد الخطا. علاش؟ كي قال واحد الشاعر، يا داخل البلاد سول على مواليها، وكل بلاد راه فيها الصالحين، رتب رجلك راك تزلق فيها وصنط ما يريد رب العالمين. شوف الكلمه، يا داخل البلاد سلم لمواليها، وكل بلاد راه فيها الصالحين، رتب رجلك لا راك تزلق فيها وصنت ما يريد رب العالمين. أرانا يا سادات يا كرام، دواه المخزن من اللي دار الخطأ، دواه قال هذا براني ودار يعني الصداع وهذا، أرنديوه دواه لهذا السلطان. لما دخلوه عنده اسميتك؟ قال له فلان. النكوة فلان. يا خويا هذا خويا، ولش انت؟ قال له أنا ولد فلان. واش راكم ديروا هنايا؟ قال له سيدي كان بانا عنده الرزق كبير، وبانا تهلينا فيه، وحتى مات وذاك الرزق مشى، ودوكا سيدي واش غادي نقولوا لك؟ راه الايام الدور والسوايع بداله، الرزق الفلوس كي تضيع في اليوم راهم عندك قدوه مشاو حالاتهم، هكذاك الرزق. شحال نتوما غباكم خلا؟ قالوا له سيدي خلانا احنا أربعة. شحال راكم ساكنين نتوما هنا؟ قال سيدي احنا ثلاثة، والاخر الاخر سيدي ما نعرف كاع فين مشى همل، ما عرفناه لا كلاته الارض ولا سطات السماء ولا ميت ولا حي. ياه قال لهم صحة، انا ما عرفتنيش. قال له لا، داه للدار معاه. قال له وليدي راك عندي ضياف انت وخوتك. قال له سيدي مرحبا. دار لهم الضيفة، وكلهم، شربهم، ابحثهم بالواحد، قال لهم أنا ما عرفتونيش. قالوا له لا. قال لهم أنا أخوكم، ياك بوانا فلان، أنت أخونا؟ إيه. كسرات لك؟ كسرات لي؟ قال لهم اللي صرا لي صرا لكم. كيفاش؟ أنا تهليت في با حتى سقطتو على خاطره، ورب العالمين دار من درجة لدرجة، ودروك أنا هو السلطان نتاع هاد البلاد.
خيتنا داروا في بعضياتهم. إوا قلت لك الطهرة هذا الكلام ما يسلكناش، ولاو ياكلوا في بعضياتهم، كل واحد يقول ما يسلكناش. إوا ناضي الحباب عطاهم السكنة ودبر عليهم، قال لهم أنا وجه الوالدين ما نقدرش نغيره، والخوا حد هالدنيا، اللي دار الخير يلقاه واللي دار الشر يلقاه. وبالصح اللي دارت الخير راك تسيبه، دارت الشر راك تسيبه، هذه جاري بها العمل. أرنا الجماعة هذا خينا لما بقوا السلطان، اللي حتى دموا الأمانة أمانته ليا. شوف دعوة الوالدين فين توصل، كان لكن الإنسان مقطع ما عندوش عشان تعليله. بصح إلا ماتوا الوالدين وخلوا له دعوة الخير، راه الرزق ما تعرف كاع منين يفيض عليه. وكاين اللي عنده المال وما كانش يتهلا في الوالدين، نهار اللي يمشي وغادي حتى ذاك الرزق اللي كان يروح ما بين يديه. والسلام عليكم ورحمة الله، والحكاية انتهت، ورحنا زائدين إن شاء الله القدام. وتحيتي للجمهور داخل الوطن خارج الوطن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.